طب احنا لازم نشكر بقى ان احنا الحمد لله دايما هنا في مصر بصراحه بنتمكن بكل حاجه. احنا بنشتغل دكتوره وظابط ووزيره، الست المصريه موجوده في كل حته بصراحه. احنا بنشكر كل الرؤساء بصراحه، الحمد لله ان احنا في مصر. الحمد لله. وانا هاجي لكم على حاجه بقى برضو اول مره. ايه؟ اول مره في البحرين كسبت البرلمان لاول مره تبقى في رئيسه برلمان بحرينيه، هي فوزية زينل. بصوا بجد هي نموذج مشرف قوي، هي اترشحت مرة واثنين وما كسبتش، لحد ما كسبت المرة دي التالتة تابتة. ألف ألف مبروك، برافو يا فوز. وبقت ايوه رئيسة البرلمان البحريني ما شاء الله. فالإصرار يا جماعة، المرأة اللي لا تهزم. ايوه والله. بصي هي يعني أنا عندي الست اللي هتحط لنفسها هدف وتصمم إنها توصل إليه، دي ست كده اهو ما حصلتش بصراحة.